أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وَقَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّاتًا وَسَتًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ آلَ لَنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَا لَمَا, لِنَا لِنَا لَمَا مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ كِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قد نرى تقلب وجهك كافي السماء فلا نولي الناكا كبلا تنترداها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا فولوا وجوهكم شطره وان, وإن الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل أما أما يأملون ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما آيات ما تبيو كبلتاك وما أنت بتابين كبلتاهم وما بعدهم ببعد كبلتا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ نیت آہم بَعْدِ مَا دن مِنَ الْعِلْمِ اللہ زین تعین الظَّالِمِينَ رف نما یا رف نا ابنا آ فری کم مین ہُھم لا یا ہُھم و حم یا الحق میر ربی کا فلا تک من الممترین ولکل ولی کلیم وجہ انہوا مول مولیہا ہا فس فستا بیک الخرات عید یاتی بکم اللہ جمیعہ ان اللہ کلی شئین قدیر ومن حیسو خرجتا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام و عنّّ انہ الحقُر ربی کا وم اللہ بغافل اما تعملون ومن حیسو خرجتا فولی وجہ کا شطر المسجد مسجد دل حرام ما کنتم فولو وجوہکم شطرہو لی اللہ لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّاتٌ حُجَّاتٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّانِ مَتِ عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُمْ تَحْتَ دُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُوْكُمُ الْكِتَابَ والحكمة ويعلموكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواته بل أحياهم بل احیاء ولیکن لا تشعرون ولی نبلو ونکم بشیئن من الخوف والجوئی ونقسم من الاموالی والانفوسی والسمرات وبشیری صابرین وَبَشِّرِ صَابِرِينَ وب الَّذِينَ اِذَا اصابتهم مُسِيبَاتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمات وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شَأِيرِ الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطواف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر أليم إن الذين يكتبون ما أنزل الله ما, أنزل ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ويل إلا الذين تابوا وأسلموا وبينوا فأولئك أتوب إليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلا في الليل والنهار والفلك التي تجري تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من فهي به الأرض بعد موتها وبس فيها من كل دابات وتسري في الرياح والصحاب الْمُسَخَّرِ بين السماء والأرض لا لايات لقوم لا يأكلون ومن الناس من يتخذ من دونه من دون الله اندادا يحبونهم كَهُبِّ الله والذين امنوا أَشَدُّوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب استبر الذين اتُبِعُوا من الذين اتَّبَعُوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتَّبَعُوا لو انا لنا كرات فنات فنات منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أمالهم لهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها يا الناس كلوا مما في الأرض هلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم أدوب مبين إنما يامركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا لله الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم له, م... له متابعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أول... أولو كانا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَاكِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَسَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْئِكُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمُّمْ بُكْمٌ أُمْيٌ فَهُمْ لَا يَاكِلُونَ یا ایوہ اللہزین آمانو کلو من طیباتی ما رزقناکم وشکرون اللہی ان کنتم ایہو تابدون انما حرما حر لیکم المیتاتا ودما ولہ ملخن زیری وما اوہ اللہ بیہی لغیر اللہ فما ندتر غیر باغن ولا اولا آدن فلا اسما علیہ إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترو ويشترون به سمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله یو ملقی ماتی ولا ولا ذکیم ولاحم عذابن علیم اولائیک کلینک اشتارتا بل ہُدا ولازاب بل فما اسوراہم النار ظالی کا بین اللہ نزل کتابہ بلحکی وإن الذين اللز اختلفوا في الكتاب لفي شِكَاكٍ بَيِّدٍ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الْمَشْرِكِ والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال اللهُ بِه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسا والسائلين وفي الركاب واقام الصلاة وآت وآتى الزكاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا إذا أهدوا والصابرين في البأساء في الباصاي والدراي وَهِينَ الباص وحين الباص أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الكساس في القتلى الهر بالهر والأبد بالأبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وداع إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة حياتي يا أولي الألباب <سؤال> لعلكم تتقون كتب عليكم إذا هدر أهداكم الموت إن تراك خيران الوسيات للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بَدَّلَهُ له بعد ما سمعه فإنما اسمه وللذين يبدلونه إن الله سميع أليم فمن خاف من موسٍ جنفا أو اسما فأصلها بين بينهم فلا اسم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم, عليكم الصيام كما كتبا لا على الذين من قبلكم لا لكم تتاكون أي أيام فمن كان منكم مريدا أو على سفر فإدات من أيام أخر وعلى الذين يتيكونه فديات تامو مسكين فمن تتوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم من كُومُ الشهر هو ومن كان مريدا او على سفر فَإِدَّاتٌ من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الاسر ولي ولي تكمل الادات ولي تكبر الله على ما على ما هداكم ولا تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ولي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أهل لكم ليلة الصيام الرفاس

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم اكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس

وليس البر بأن تاتوا البيوت من زُهُورِهَا ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المقتدين واقتلوهم حيث سكفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلو يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فل فإن, انت فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فما ائتدى عليكم فأتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وأعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكات وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والأمرة لله والأمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم رؤو تَا يَبْلُوغَ الْهَدِيُّ مَهِلَّا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ بِهِ آزَمْ مِرَاسِي رَاسِهِ فَفِدِيَاتٌ مِنْ صيام أَوْ صَدَقَاتٍ أَوْ نُسُكٍ فايزا أَمِنْتُمْ فمن, فمن لم يَجِدْ عبیل امراطی فمستی فِي الْحَجِّ فصی موسلا میلحجی تِلْكَ آتی نژار جات اشرتن کا میلا يَكُنْ یقن آلو الْمَسْجِدِ مسجد واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب الحج اشهر معلومات فمن فَرَادَ فيهن الحج فلا رفاس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جُنَاهٌ أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فَدْتُمْ من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في ايام معدودات فمن تاجل في يومين في يومين فلا اسم عليه ومن تاخر فلا اسم عليه لمن اتقى لمن واتقوا الله واعلموا انكم اليه تشرون ومن الناس من يوجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى ساعة في الأرض ليفسد فيه ويهلك الحرس والنسل والله لا يحب الفساد وئی ذاقی لا لا ہلا حزت فَحَسْبُهُ ازت بل اسمی وَمِنَ جہنم وبی سلمی ومینسی میش مَرْدَاتِ صاحب تیگا مردا بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ یوحلزین منلو فِي فیلمی في السلم كافات كافات ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم أدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءت قوموا البينات فأعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا إلا أن يا أن ياتي يا أن يا الله في زلال من الغمام والملاي كاتي وكدي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سَلْبَنِي سَرَائِلَا كَمْ أَتَيْنَهُمْ من آیات بیناتی ومن یبدل نیمت اللہ من بعدی ما جاعته فین اللہ شدید العقاب زینا للذین کفروا زینا للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من اللہ من اللذین آمنوا واللذین اتاقوا فوقاہم يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً أُمَّةً وَاحِدَةً, واحدة فَبَشَّرَ اللَّهُ النَّبِيَّ نَبِيهِ نَامُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزَلَ مَا وَمُلْكِ الْكِتَابَ <سؤال> بِالْحَقِّ <سؤال> لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ <سؤال> فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فَهَذَا الله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا مستهم البأساء باس باسا وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكِي والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به أليم كتب عليكم الكتال وهو كره لكم وآساء أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وآساء أن تحبوا أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام كتال فيه كل كتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أك أكبروا إن الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر كافرون فاولئك هابتت آمالهم في الدنيا والآخرة واولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر كل, كل فيه ما اسم كبير ومنافع, ومنافع للناس واسمهما أك أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل افوا قزالی کا اللَّهُ اللہ الْآيَاتِ تطف کر فیدن یاس علو نکام اینل یتام قلع اسلاح قل اسلاح اللہ حرو وئن توحالی توم فِ عانو و اللہ مفی ولو ولوا اللہ ع نتکم ان اللہ عزیز حکیم ولا تنکیہ المشرکاتی حتی یؤمننا یو ولا عما مومنات خیر من خی ولو آجابتکم ولا تنکیہ کی حتی یؤمنو

قل هو النساء في <applause> المهيد ولا تكره ولا تكرهوهن يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

واللہ سمیع علیم لا یعاخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم ولکن یعاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ وفور الرحیم للذینہ للذینہ یقلونا من نسائیہم تربوسو ارباہ أربعة أشهر فإن فاو فإن الله غفور رحيم وإن أزم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساك بمروف او تسريح باحسان فلا يهل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا ألا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما في افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون الزا فان تلقها فلا تهلوا له من بعد حتى تنكها زوجا غيره فان تلقها فلا جناح عليه ما أيا أن يترى أن يتراجع إن زنا أن يقيم حدود الله <سؤال> وتلك حدود الله <سؤال> يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء <سؤال> فبلغن أجالهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف بِمَرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّا دِرَارًا تا لِّي تَعْتَدُوا وَمَن وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ نیما تلا علئی کم وما انالا علئی کمکیتا یا وعلمو ان اللہ علیم شیئن علیم تو تلکتم فبلگنا فبلغنا ہونا فلا تنا کھنا ازواجا إذا تردوا بينهم بالمعروف ذلك يؤز به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضين أولادهن హౌలై నీ కామిలై లిమన్ అరదాల లిమన్ అరద అయ్యుతిం మర్ అయ్యుతిం మర్రద 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 వహ అయ్యుతిం మర్రద వ ఆలల్ మౌలు దిలహు రిజ్కు హున్న వకిస్వాతు హున్న బిల్మ لا تكلف نفس نفس الا وسعها لا تدار والدات بولدها ولا مو مولود الله بولده بولده وآل الوارثي مثل ذلك فإن أرادا فصالا أنت تراد منهما وتشاور فلا جناها عليهما وإن وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْدِيُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

فإذا بلغنا أجالهن فلا لَيْكُمْ عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبات النساء أو أكننتم في أنفسكم علیم اللہ کم ستز کرو لا ہن سرن اللہ انت کولو قولا روفا ولا تازی مو کدا تن کا ہی حتہ یبلوغل یبلوغل کتاب اجلا ہو و لمو اللہ یا لمو معافی انفوسی فَذَرُوهُ وَأَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ لَا جُنَاهَا لَيْكُمْ إِن تَلَّقْتُمُ النِّسَاءُ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ وَتَفْرِدُوا لَهُنَّا فَرِيدَاتًا وَمَتِّئُوهُنَّا عَلَى الْمُوسِيِّ قَدَرُهُ وَآلَى الْمُكْتِرِيِّ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وإن طلقتموهن من قَبْلِي من قَبْلِي أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريدة فريدة فنصف ما فرضتم إلا أن يَافُونَا أو يَافُ والذي بيده عقدة عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات على الصلوات والصلاة وستا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويزرون أزواجاً, ازواجا وسي ازواجا وسيات تَلِي ازواجهم الى الهول الى الهول غير اخراج فان خرجنا فلا هَالِيْكُمْ عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمتلقات متاء بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم لكم آياته لعلكم تأكلون ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وَهُمْ أُلُوفٌ هزر الْمَوْتُ فَقَالَا فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ موتوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ لَا وَلَكِنَّ لا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنًا, حسنا فَيُدَائِفَهُ له أضعافا كَسِيرًا والله يَكْبِدُ ويبسط وإليه ترجعون ألم ترى إلى من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبأس لنا مالكا نقاتل في سبيل الله كالا هل أسيتم إن كتب إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين

ان اللہ حاح عل وزاد تنفیلمی العلم والجسم اللہ یوتی ملکاو و اللہ واسی اُن علیم وکالالہم نبیوہم ادنا عیاتا ملکی عیاتی یا کُو متابوت فی سکین تم من کم وبقيات مما ترك آلُ آلو مما تراك آلو موسى وَآلُ هارون تحمله الملا الملائكة إنا في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن ان اللہ مبتلی کم فمن شاری با من ہو فلئی منی و لم یت ام ہو ف منی اللہ من ترف آ غرف آ تمبی یدی ہی ف شاری بو من ہو اللہ کلی علم من ہم فلم جاو آمنوا ما هو قالوا لا تقاتا لنا اليوم بجلوت وجنود قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فيات قليلات غلبت فئة كثيرة بإذن الله كثيرات بإذن الله ولاحما اسابرین ولاحما اسابرین ولم برضولی جالوتا وجونو دھی کابنا افریغ علئینا صابرم وسبیت اقدامنا ونسرنا للک میل کا فیرین فہذہ ف حزمو بزنی اللہ و قطلا داودا واتا حاقل ہک متا و علاماہ یشاؤ و دف الاسا بادم باد باد الْأَرْضُ تل اردولا کلا حاضو فضلین المین

sallallahu alayhi wasallam